الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتابع أيها الأحبة الكرام مع دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وقد وصلنا إلى بند رقم 206 وما زلنا مع سورة المائدة. قوله تبارك وتعالى: حزب الله هم الغالبون، وأحيانا تكون المفلحون. في سورة المائدة آية 56 قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنلاقي هناك في سورة المجادلة آية رقم 22 قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى في الآية الأولى التي في سورة المائدة نجد أن الآيات قبلها تتحدث عن المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله، وأن الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء المؤمنين بأن وليهم الله ورسوله، بأن وليهم الله ورسوله وأنه ناصرهم، فختمت هذه الآية: فإن حزب الله هم الغالبون. أما الآية الثانية التي في سورة المجادلة نجد أنها تتحدث عن جزاء هؤلاء المؤمنين الذين لم يتخذوا الذين يحادون الله ورسوله أولياء وأحباء، فجزاؤهم أنه سبحانه وتعالى يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فختمت: ألا إن حزب الله هم المفلحون، لأنه تحقق فيهم الفلاح بأن رضي الله عنهم وأدخلهم جناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. ولم يأتي في القرآن كله جملة حزب الله هم إلا في هاتين الآيتين فقط. ننتقل إلى بند رقم 207. قوله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وأحيانا تكون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. طيب، هنلاقي في سورة المائدة آية 65 قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. زيها الآية اللي في سورة الأعراف رقم 96: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى في سورة المائدة التي تتناول معظم آياتها أهل الكتاب، فبدأ هذه الآية بأهل الكتاب، وكان الوعد فيها أنهم لو آمنوا واتقوا لكفر الله عز وجل، لو أنهم آمنوا واتقوا لكفر الله عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم. أما في سورة الأعراف عندما كان الحديث عن أهل القرى الذين يطلبون الرزق والبركة، وقد جاء في الآية رقم 94: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، فكان الوعد أنهم لو آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. ننتقل إلى بند رقم 208. قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. في سورة المائدة آية 67 و68 قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. عندما كان الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالة وأن الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس، جاء بعد ذلك التأكيد بإن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فليس على الرسول إلا البلاغ. ولربط هذه الآية بالآية التي بعدها بعد الأمر بالبلاغ، فماذا يبلغ؟ جاءت الآية التي بعدها بالبيان: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. ننتقل إلى بند رقم 209. قال جل وعلا: قل أتعبدون، وأحيانا تكون بالفاء، قل أفتعبدون. في المائدة 76 قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. سورة الأنبياء 66: قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. يبقى جاء في سورة المائدة قل أتعبدون، وبالزيادة في ترتيب السور، ودايما بنذكر قاعدة الزيادة، وما تأخر من المواضع فيه الزيادة فخذ يا سامعي. جاءت في سورة الأنبياء قل أفتعبدون، أي أن كل كلمة ازدادت حرفا
ونجد أن في سورة المائدة الضر قبل النفع والعكس في الأنبياء، حيث يأتي النفع أولا، حيث يأتي النفع أول. يبقى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع. إنما في الأنبياء قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. انتهى. بند رقم 210. قال جل وعلا: كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. في المائدة آية 88 قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أما في سورة النحل آية 114 قال جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى وكلوا في المائدة، إنما فكلوا بالفاء هذا في سورة إيه؟ سورة النحل. طيب برضو زيها في سورة الأنعام آية 142 قال جل وعلا: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله حلالا. لا مفيش هنا بقى، مفيش هنا زي الإيه؟ زي النحل. يبقى كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى نلاحظ إيه في الآية الكريمة؟ إن الآية الوحيدة الذي جاء فيها الفاء فكلوا هي الآية التي في سورة الإيه؟ سورة النحل. يبقى الآية الوحيدة لم يرد فيها حلالا طيبة بعد كلوا مما رزقكم الله هي الآية 142 في الأنعام، والتي في بدايتها ومن الأنعام، لكن جاء بعدها ولا تتبع خطوات الشيطان. وإلى هذا الحد الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية.